دابا حنا كنوجدوا الالبوم، قربنا نساليوه وغندخلوه ان شاء الله باش نصوروا الكليبات اللي خصهم يتصوروا، لكن بما انني تاخرت بزاف على الناس فقريب غنزل لهم واحد لو سينجل متنوع، فيه مصري مغربي خليجي لبناني. جاوني بزاف العروض من مصر في التمثيل، لكن انا حاليا كنشوف راسي بغيت نبرز اكثر في ميدان الغناء، ومن بعد علاش لا التمثيل. والخلافة ضروري منها، يعني حتى الخوت في الدار كيضربوا، لكن العتب ديالي هو ان كنتمنى ديك الخلافات ما تخرجش الاعلام والناس، لانه فقط كيكون هناك تشويش على الناس في الاخير. دوك الفنانين كيتصالحوا كيبقاو الناس ضاربين مع بعضياتهم فقط. هادشي مواقع التواصل الاجتماعي مهمه في حياتنا الفنيه خصوصا، بها باش كنقدروا نتواصلوا مع الجمهور وكنقدروا نديروا الاصدارات ديالنا. طبعا بغيت نقول كاع الناس اللي كيتابعوني عبر الصحيفه بنتكات ديما تابعوا الجديد ديالي، وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف. زين باسامه، ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.